نروح للكورة بس، يعني هنروح للكورة بقى بأخبار شوية حلوة. الأهل الزمالك هتعجبهم الأخبار دي. نادي الزمالك الحقيقة الفترة اللي فاتت بيتصدر المشهد بأخباره، بتصدر المشهد بصفقات حلوة مدوية الحقيقة، بدأها بقنبلة التعاقد مع لاعب الأهلي وبيراميدز السابق عبد الله السعيد، وده طبعا في الصفقة يعني ضخمة واسعة. وطبعا الكلام ما بين مؤيد ومعارض، خاصة مع عامل السن الخاص طبعا بعبد الله سعيد واللي عمل جدل كتير، وفكرة إن القادم من الأهلي ثم بيراميدز ويعني عملت جدل كبير يعني طبعا في الأوساط الرياضية كلها وفي الجمهور كمان. تعاقد كمان الزمالك مع سيف جعفر من بيراميدز، وأيضا ناصر ماهر صانع الألعاب بتاعت فيوتشر، ومحمد شحاتة لاعب طلائع جيش، ومحمد عاطف من طنطا، وزياد كمال لاعب وسط إمبي، وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، ومهاب ياسر لاعب الداخلية، إلى جانب المدافع الفلسطيني ياسر حمد، وأيضا المحترف الأوغندي ترايفن. وده طبعا بخلاف طبعا أنه تسمعوا كمان أو يعني سمعتوا أنباء تعاقد النادي الزمالك مع المدرب البرتغالي، مش عارفة حكاية البرتغاليين بس إن شاء الله خير، جوزيه. وطبعا زي ما أنتم عارفين هو وصل الفجر النهاردة لمطار القاهرة. أخبار كتير حلوة، أخبار كتير فيها شوق لنادي الزمالك. يعني أنا شخصيا متشوقة إن أنا أشوف بقى نادي الزمالك بهذه القوة، ونشوف كده مباريات حلوة بإذن الله، وتعود البهجة لنادي الزمالك. يعني خليني أروح للناقد الرياضي أحمد شوقي. مساء الخير يا كابتن أحمد. خير شوقي، أخبار حضرتك إيه؟ الزمالك جاب فلوس منين لكل اللعيبة دي؟ ده أول سؤال على طول كده. والله الزمالك إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة كابتن حسين لبيب حاولت على قد ما تقدر إن هي توفر الأمور المالية عشان خاطر تقدر تحسم الصفقة. يمكن حضرتك تسألين زي ما قلت لي الزمالك جايب فلوس منين؟ يمكن الزمالك اعتمد على فكرة التخطيط، يعني الزمالك اعتمد على فكرة الحصول على اللاعبين على إعارات عشان تقلل قيمة التعاقد. لما تدفع الفلوس مرة واحدة تدفعها على أكثر من جزء، بيتم التعاقد على سبيل الإعارة وبعد كده يتم تفعيل حقية الشرطة. ده حصل مع أكثر من لاعب، رأسهم محمد سعد لاعب طلع الجيش، وزياد كمال لاعب نادي إم بي. نادي الزمالك برضه فقد طبعا كان يعني لاعب زي سيف جعفر، هو اللاعب الزمالك ما دفعش فلوس، اللاعب هو اللي تنازل عن مستحقاته لدى نادي بيراميدز عشان خاطر يبقى موجود داخل نادي الزمالك. الزمالك ضم لاعب زي احمد حمدي في صفقه انتقال حر لم يتكفل اي شيء. فكل هذه الامور يعني زي ما بنقول طبعا احنا عرفنا انه الزمالك كمان بشطاره، يا زمالك يا هندسه لعبه وفن ومدرسه، فيبدو ان هو رجع للشعار وعرف يجيب كل اللعيبه دول باسعار قليله عكس اللي كان بيحصل قبل كده. بالفعل هو الزمالك قدر ان هو يقلل الطلبات الماليه لمعظم الانديه عشان تبيع لعبتها. يمكن طبعا ابرزهم طبعا الصفقه الضخمه او الصفقه الكبيره هي التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر السابق والنادي الاهلي ونادي بيراميدز، لاعب طبعا ذو قيمه كبيره، احد ابرز الهدافين في تاريخ الكره المصريه وافضل صانع الالعاب في تاريخ الكره المصريه. اسم طبعا هيدي ثقل لفريق نادي الزمالك على المستوى المحلي، لانه عبد الله السعيد مش هيلعب مع نادي الزمالك في الكونفدراليه نظرا ان هو شارك مع بيراميدز في دوري ابطال افريقيا. طب انا هنا بس عايز اسالك على الجدل الدائر بخصوص سن عبد الله السعيد 38 سنه وباقي اللعيبه كلهم صغيرين. هل هنا اختيار طبعا عبد الله السعيد لاعب طبعا جيد اكيد، ولكن اسمه انه في ريحه الاهلي وراح للزمالك، ده جزء من التعاقد؟ لا بالطبع يا جماعه، الناس عبد الله السعيد هو لاعب من اللعيبه اللي دايما الكل بيتفرج عليها وبيلعب في الدوري المصري، فالناس كلها بتتفرج عليه. شايف ان عبد الله السعيد على الرغم من يعني زي ما بيقولوا ان هو عمره 38 سنه، لكن عبد الله السعيد اساسي بشكل مستمر، مشارك بشكل مستمر مع نادي بيراميدز، حتى كان في القائمه الاوليه لمنتخب مصر، على الرغم من ان كان عبد الله نفسه اعلن اعتزاله اللعب الدولي، لكن كان مستر فيتوريا كان بعته في القائمه الاوليه لمنتخب مصر ومشاركه في كاس افريقيا. دي مؤشرات كلها بتاكد انه صفقه عبد الله السعيد هي صفقه
جماهيريه وفنيه، ليست مجرد صفقه جماهيريه عشان خاطر ارضاء جماهير نادي الزمالك، ولكن الزمالك بحاجه اللاعب بقيمه عبد الله السعيد ان هو ينقل خبراته مع كابتن شيكابالا كقائد الفريق لباقي لعيبه الشباب عشان يبقى في مزيج ما بين الشباب واللاعبين الكبار، طبعا مع كابتن شيكابالا وكابتن محمد عبد الشافي وطبعا كابتن عبد الله السعيد. انا عايز اسالك كمان عن اللعيبه صغار السن اللي موجودين اللي تعاقد معهم الزمالك، هل ده استثمار في سنهم ان يبقى في فرصه وهم صغار في السن فيقدروا كمان بيكبروا بقى مع النادي ويبقوا احسن من ان انا اجيب لعيبه بعد شويه ممكن يبقوا خلاص بيخلصوا المشوار الكروي، ولا ايه يعني ايه الفكره يعني؟ يمكن كان نادي الزمالك في الوقت الحالي عمل تيم كشافه او سكاوتنج، كان التوجه بشكل اكبر هي النزول بمعدل الاعمار لسببين، اول سبب ان انت تقدر تستفيد منهم استفاده فنيه كبيره، وتاني حاجه انه تبقى المبالغ المطلوبه هي مش أقل. مبالغ باهظه. فالزمالك ركز في كده وركز على فكره الاعارات عشان خاطر يقدر يدي يقدر زي ما بيقولوا يسد احتياجاته ويحل كل مشاكله الفنيه بشكل كبير، وده اللي حصل في الوقت الحالي ان انت تعاقدت مع لاعبين صغار زي محمد شحاته زي زياد كمال محمد عاطف، تعاقدت مع عدد جيد من اللاعبين حتى ترافيس اللاعب الاوغندي المهاجم او لاعب الوسط الاوغندي هو لاعب تحت السن، فاذا الزمالك قدر يجيب حوالي اربع صفقات في اعمار قليله يقدر يستفيد بيهم الفتره المقبله، وده التوجه في الوقت الحالي ان انت يبقى عندك لعيبه كبيره في السن، طبعا زي ما قلت اسمائهم شيكابالا عبد الشافي طبعا عبد الله السعيد طبعا بعد انضمامه، ويبقى برضه يبقى في بعض اللاعبين الصغيرين عشان يبقى في مزيج من الاثنين. أكيد إحنا عموما في انتظار بقى يعني هذه اللعيبة، وتقريبا بنتكلم على فريق يعني فريق متنوع ومختلف في الأعمار وفي الخبرات والنشاط والحماس، وعودة قوية جدا لنادي الزمالك، نتمنى لها التوفيق ونراها قريبا في الملاعب. الناقد الرياضي أحمد شوقي أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.